ورحمة الله وبركاته، شلونكم الشباب؟ أخباركم؟ إن شاء الله مرتاحين. اليوم راح أشرح إن شاء الله عن طريقة كيفية التسجيل للحصول على بطاقة بايونر وللحصول على هدية 25 دولار بعد التفعيل. طبعا هو شباب سجلوا على البطاقة لكن ما وصلتهم البلد، لأنه حطوا عنوان بيتهم غلط أو رقم البريد، رمز البريد غلط. وهو شباب وصلتهم البطاقة لكن ما عرفوا يستخدموها. فاليوم إن شاء الله راح أشرح طريقتين. الطريقة الأولى هي كيفية تسجيل الحصول على البطاقة وتفعيلها، وإن شاء الله الطريقة الثانية راح أشرح عن كيفية تعبئة المال بيها، أو شلون تستخدمها عن طريق الإنترنت، وشلون راح تصرفها عن طريق الصراف الآلي، وشلون راح تربح منها إن شاء الله. هسه أولا، أول خطوة، إذا سجلت عن طريقي على الرابط الموجود جوا بالفيديو راح تحصل على هدية 25 دولار. طبعا اذا كان عن طريقه او عن طريق اي مستضيف، مو بس يعني عن طريقي، لكن اذا سجل عن طريق الشركه يعني الموقع الرسمي ما راح تحصل على اي هديه. طبعا ملاحظ، انت الهديه اللي راح تحصل هي 25 دولار، بعد ما توصل لك البطاقه لازم تدفع ال 100 دولار حتى بالتالي يصير حسابك هو 125 دولار، لكن اذا اقل من 100 دولار للاسف ما راح يعطوك الهديه. اولا كيفية التسجيل، راح نضغط اولا على الساين اب، بعدين نضغط على ستارت هير. هنا راح ترى هو بعدين بالاخر راح يطلب من عندك نسخة من الجنسية او من جواز سفر، فلازم انت تكتب اسمك، تكتب اسمك يعني الكامل صحيح. يعني هسه اولا مثلا اسم الاول، وكاتب لك يور اي دي يعني راح يظهر بالبطاقة. اسم الاول على سبيل المثال مصطفى، الاسم الثاني اسم الاب، هنا تاريخ الميلاد، بعد هنا الايميل الخاص بك، هنا نعيد كتابة الايميل، هنا تختار البلد اللي انت تقيم به، هنا الهوم ادرس. طبعا ملاحظة يا شباب، اكثر يعني الشباب قاعد يغلطون بالهوم ادريس. الهوم ادريس انت مو تكتب بس مثلا اسم المنطقه لو اسم بيت يعني المدينه او المحافظه، لا، مثلا انا من سكنت بغداد، بغداد بيها هواي مناطق، مثلا على سبيل المثال خلينا نقول انا من الدوره، الدوره ايضا بيها مناطق سكنيه واحياء ومجمعات، فتكتب فقط المدينه اللي هي مثلا الدوره. لازم اول حرف من كل مدينه لازم اول حرف يكون كات اللتر دوره، بعدين نحط سلاش اسم الحي التابع لمنطقة الدورة اللي أنا ساكن فيه، أبو تشير، عفوا أول حرف لازم يكون كابتل لتر. بعد ما تكتب اسم المدينة والحي اللي أنت ساكن بيهم، لازم تدخل اسم المحل، رقم المحلة والزقاق ورقم الدار، ثلاثتهم لازم يكون بيناتهم فاصل سلاش. هنا اختياري يعني اذا تريد تحط مثلا عنوان ثاني او شيء، لكن انا افضل انه تكتب نفس العنوان اللي فوق لكن تشيل اسم المدينه، عم يعني توصل يعني الباب بيتك وانت يعني متاكد انه راح تجيك البطاقه اللي هو يعني مثلا كتبت الدوره ابو تشير والمحله والزقاق والدار. المره لا، ما اكتب الدوره، بس ابو تشير والمحله والزقاق والدار. هنا بعد ما هاي نضيف يعني المحلة، لأن بعض الموظفين يضيعون الهوية وشوي ما يركزون على المحلة والزقاق، عمد تميز بيناتهم. مثلا المحلة اختصارها هي اسكيب يعني يكتبون، احنا لا راح نكتب ام اختصار للمحلة. الزقاق هو ستريت اختصار للشارع او يعني الزقاق. رقم الدار هو اختصاره هوم اتش يعني فقط اتش. المدينة انت بأي محافظة او بالعاصمة، وين تسكن انت بيا محافظة او هاي، احنا مثلا بغداد. البوستال كود شباب، اهم شيء البوستال كود، دائما يضيعون يعني يكتبون مفتاح الدولة او شيء. البوستال كود هو اللي راح يجيب لك البريد، مثلا اللي هو الرمز البريدي التابع يعني كل مدينة ولكل منطقة او كل محافظة، فأقرب يعني مكتب بريد انت على منطقتك تروح تسألهم وتقول لهم انتوا يعني عندكم رمز بريدي بيك تعطونا، يعني اكو شغلات راح تجيبها تستلموها انتوا وتجيبوها للبيت، راح يقولوا لك اي او لا، او يقول لك يحولوك على غير مكتب بريد.
طبعا اكو رابط جوا اسفل الفيديو، راح تلقى كل الرموز البريدية، كل يعني المحافظات والمدن العراقية والرمز البريدي قدامها. هنا رقم التليفون، هذا الصح اترك، يعني هذا المربع لا تخلي عليه صح، لانه هذا المربع اذا تضغط عليه مثلا، انت هذا عنوانك، فانت وين تريد ترسلها؟ لاي دولة؟ احنا ما نريد نرسلها لدولة ثانية، احنا نريد بنفس العنوان، يعني راح يجينا. نضغط على ستيب 2 اللي هي الخطوة الثانية. طبعا فوق نختار الباسورد، لازم يتكون من 8 أحرف وأرقام، شوية عمود يكون قوي. هنا نعيد كتابة الباسورد، هنا نضغط نختار سؤال الأمان، أي سؤال أمان يعجبك تختاره عادي، ماكو أي إشكال، بس الإجابة أهم شيء، الإجابة لازم تكون حافظها أنت، يعني تتذكرها بالمستقبل. بعد ما ملينا هذني الخطوة الأولى والثانية، نضغط على كلمة ستيب 3 الخطوة الثالثة، واللي هي البلد اللي انولدت بيه، الاسم البلد حاليا أو شيء، يعني نكتب نفس البلد. هنا راح يخيرك بين، يعني مستمسك يعرف عن هويتك أنت، يعني يعرف عن نفسك. مستمسك شنو المطلوب منك؟ رخصة قيادة أو جواز سفر أو البطاقة الوطنية اللي هي الجنسية. الأفضل يعني جواز سفر أفضل، لكن أنا راح أختار حاليا الناشونال اي دي، يعني في الطريقة اشرح لك اياها. هنا الاسم مصطفى سعد يقول لك هو نفس الموجود يعني بالهوية، يقول اي نعم. هنا الاي دي اللي هو رقم الهوية، مو رقم السجل، رقم الهوية على سبيل المثال. الاسم البلد اللي اصدرت البطاقة العراق، نعم. هنا نضغط على ذني 3 تنصح، نوافق على اتفاقية وخصوصية البنك، ثم نضغط على كلمة فينيش. أنا ما أقدر أضغط حاليا لأنه أنا مسجل بالموقع، فإذا أسجل مرة ثانية بنفس الإيميل راح يصير إشكال طبعا، فأتجنب هذه المشكلة. طبعا بعد ما سجلت وضغطت على فينيش، راح تجيك هنا رسالة من على البريد الإلكتروني، راح يقولوا لك إنه أنت أكملت تسجيلك، لكن نريد من عندك مستمسكات، يعني نطلب من عندك مستمسك تعرف عن نفسك، وهي البطاقة الوطنية اللي رسلناها، يعني خلينا معلومات عنك. تضغط على كلمة أبلود لينك، راح يطلع لك حقلين، هذا حقلين. الحقل الأول تختار الوجه الأول للجنسية، طبعا انت راح تخلي الجنسيه مو اثنيناتهم صوره واحده، وانما كل واحد يعني كل وجه صوره واحده. هنا نختار الوجه الاول اللي بيه الصوره، على سبيل المثال اي صوره انا راح اختار. نختار هي شنو انت اللي اختارته، شنو نوع البطاقه، ناشونال اي دي يعني البطاقه الوطنيه. الوجه الثاني يعني الحقل الثاني تختار الوجه الثاني اللي بيه المواليد، ايضا تختار ناشونال اي دي. بعدها راح تضغط ابلود لينك، عفوا بس أبل. هنا راح تضغط ابلود، راح ترفع المعلومات مالتك، وراح تنتظر من 5 ايام الى 10 ايام او 12 يوم، راح تنتظر لحد ما يدزوا لك موافقة. طبعا هم هنا بعد ما ترسل هاي راح تجيك رسالة بهاي الطريقة، يقول لك يو ار هير، يعني هم قاعد يدرسون البطاقة مالتك، يشوف يعني الهوية مالتك يشوفوها صحيحة ولا لا، ويشوف المعلومات اذا كانت مطابقة ويا الهوية او لا. وبعد ما راح يوافقون راح يدزوا لك رسالة ثالثة اللي هي هاي، راح يعني انه تم ارسال البطاقة لبلدك. الرسالة الثالثة اللي هي هاي وصلت، طبعا وصلت يعني راح يقول لك انه البطاقة احنا دزيناها، ومن المحتمل راح توصل من 10 ابريل 2013 ل 17 ابريل 2013، يعني من 10/4 لحد 17/4. طبعا انا دزيتها تقريبا يوم 28/2 او 29/2، يعني تقريبا 35 يوم. فمن المحتمل يعني حسب منطقتك انت، وحسب يعني من المحتمل تطول عندك، يعني 40 يوم 50 يوم عادي، ماكو اشكال، يعني لا تشيل هم ولا تدير بال عادي، يعني خليها براحتك. ومن هنا تقدر يعني تدخل على الاكونت، على حسابك الخاص، تقدر تعبي اموالك، وهي بعدها ما وصلتك عادي ماكو اي اشكال، يعني مو شرط انه البطاقة لازم توصل يلا تعبي، لا، بس من راح تجي راح تجيك بظرف تعبي بها المعلومات مالتك، وتخلي 16 رقم تفعيل البطاقة. ان شاء الله الفيديو الثاني راح اشرح بيه كيفية تفعيل البطاقة لما توصل لحد باب بيتكم، وراح اشرح كيفية استخدامها وكيفية وضع الاموال بيها، وراح اشرح عن كيفية ان شاء الله التسوق عبر الانترنت وكيف تستخدمها على الصراف الآلي، وان شاء الله راح اشرح عن كيفية الربح على الانترنت بالبطاقة نفسها. تحياتي لكم.